مرحبا. توصلت الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام إلى اتفاق يقضي برفع بدل النقل لموظفي القطاع الخاص من 250 ألف ليرة إلى 450 ألفا عن كل يوم عمل. وقد أصدرت الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير والاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر بيانا مشتركا أوضح فيه أن البحث في موضوع الأجور في فترة لاحقة يأتي على خلفية التداعيات الاقتصادية السلبية والخسائر التي تكبدتها المؤسسات نتيجة حرب غزة والأحداث في جنوب لبنان وعدم قدرتها على تحمل أي أعباء إضافية. واتفقا على وضع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في جو الاتفاق ليأخذ الموضوع مساره القانوني. أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في بيان أنه بعد تواصله مع المعنيين المباشرين في دولة الإمارات يؤكد أن العلاقة المصرفية بين الإمارات والمصرف المركزي والمصارف التجارية في لبنان لا تزال كما هي من دون أي تغيير أو تعديل، مؤكدا أن الأخبار المتداولة غير صحيحة وغير صادرة عن إدارة أي مصرف إماراتي. أما دوليا وفيما خص الحرب بين العدو وحماس، فقد أفادت القناة 12 أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يدرس إغلاق بعض المكاتب الحكومية وتحويل أموالها لتغطية تكاليف الحرب. يأتي ذلك بينما تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن كلفة الحرب على غزة تزيد عن 50 مليار دولار، فما تداعيات ذلك على الاقتصاد الإسرائيلي؟ الخسائر الاقتصادية المباشرة إلى حدود 58 مليار دولار وفقا لآخر الإحصاءات. طبعا هذه الخسائر انعكست بطبيعة الحال على الموازنة الإسرائيلية واللي كان مقدر إلى العجز فيها بحدود 1.5% من الناتج القومي، أي حوالي 7 مليار دولار، بينما وصلت اليوم إلى حدود 4% من الناتج القومي، أي ما يعادل 20 مليار دولار. اليوم تحاول إسرائيل من خلال سياستها الجديدة، سياسة التقشف على الوزارات وإقفال بعض المكاتب الحكومية، لتحويل مبالغ هذه المكاتب إلى نفقات لتغطية نفقات الحرب. أعلنت شركة ميرسك الدنماركية في بيان أن جميع سفن الشركة التي كان من المقرر أن تعبر البحر الأحمر وخليج عدن ستتحول جنوبا لتدور حول طريق رأس الرجاء الصالح في أفريقيا في المستقبل القريب. وارتفعت أسعار الشحن البحري بعد هجوم صاروخي ومحاولة احتجاز تعرضت لهما سفينة تابعة لشركة ميرسك مطلع الأسبوع، مما دفع شركات الشحن إلى تعليق خطط استئناف عبور البحر الأحمر، وهو شريان رئيسي يؤدي لقناة السويس التي يمر عبرها نحو 12% من التجارة العالمية. وقالت ميرسك إنها فرضت رسوما إضافية للنقل في وقت الاضطرابات ورسوما إضافية لموسم الذروة، ما يضيف 700 دولار في المجمل على تكلفة سفر حاوية قياسية. ومن المتوقع أن تصل تكلفة الوقود المستخدم لتغيير مسار السفن لتمر حول الطرف الجنوبي لأفريقيا إلى مليون دولار إضافي لكل رحلة ذهاب وعودة بين آسيا وشمال أوروبا، كما ارتفعت أسعار الشحن من آسيا إلى شمال أوروبا أكثر من الضعف، متجاوزة 4000 دولار لكل حاوية. وزادت الأسعار من آسيا إلى البحر المتوسط إلى 5175 دولارا للحاوية الواحدة. وارتفعت أسعار الشحنات من آسيا إلى الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية بنسبة 55% لتصل إلى 3900 دولار لكل حاوية.